بعدسة المصور زهير العطواني. يا من تلقيت إلى حبيبتي فقلت لها بفراقك قد أوحق صدري يا ليتنا على الحب متعلما يا حبنا يا أوسطنا والليل ما جانب خبر يترجلا يا بويل والليل خبر وترجله قبل لا موت ذا زعلان واحد منا خلي يقول قبل لا موت يعاني يعاني يا 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 حبيبي ما خلصت بعد لي ود الناس هالمرة مو كل مرة لا مو فدوة بس خلي بالك يا ملك ما اريد احط روح بقفص ما بي باب خليني عايش وحدي ارحم واشوى قل لكم دموع وبكى وصدقتوه قل لكم انا العايفه وموه من خدعه فيتو مش ما صحتو جاهزه صارت تجعدكم نخوه ليدخل اي واحد قبل ما ملتوم يا بما عايش الحالة من كل السوى ما واقف على الميل يحسب ساعات أنا ما واقف وكالخصرة صاير تجوى كلش حلو كلش حلو بس هو كل تشذاب خلانا حبه وعافن الما يسوى خلاني يا بعدسة المصور زهير العطواني. فرايقك عبا ما جن علي الشوق يا ليلي يا ليلي تمر من بابنا والدين وجهك ليش يا بتمر من بابنا تمر من بابنا يا بيادة تمر من باب الوزير رحمة ودك وجهك ليش يا مش علاقة عم علي للزمة ولك لا 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 يا ابن
الكتابة والدير وجهك ليش؟ اش علاقة بابله وش طلع بيها؟ يا ما صبغنا الباب من يوم ولك صبغنا الباب صبغنا الباب من يوم اللي عرفناك وعلى اللون التحب الصابغي. التصوير والمونتاج زهير العطواني وعلي العطواني.